محمد عادل بيقول السلام عليكم يا كابتن محمد، بمسي على الكابتن زيزو. هو اهلا اللاعب وسهلا. العالمي ما جاش ليه؟ اعتقد انه بيسأل انه كان في حديث في الفترة اللي فاتت عن يعني صفقة من العيار الثقيل، او انه قد يكون في لاعب، بس ما اعتقدش حد من المسؤولين في نادي الاهلي قال كلمة لاعب عالمي. التصريح ده انا هي بالمصطلح ده ما اتكتبت سمعتوش، يمكن بعض وسائل الاعلام اجتهدت وقالت كده، بس ما بالظبط كده. سمعتش تصريح زي ده ده من مثل اللي انا قصدي عليه. ازاي النهارده انت هتقول حاجه وانت اصلا ما انا ما شخصيا ما طلعتش مني وما طلعتش من لجنه الكوره. قد يكون البعض قالها على ولا اساس طلع تصريح زي ده من كابتن الخطيب ولا من ولا مسؤول من في اي النادي ولا حد. كابتن عادل خان، بالظبط محدش قال كده كلمه في لاعب عالمي قادم بالظبط. او في الطريق فهو يعني، الكل ممكن تكون توقع حاجه او منسوبه لحضراتكم او بيطرح سؤال على حضراتكم لانه بالظبط. تابعوا عبر بعض المواقع او انما اللي انا عايز اجتهادات اكده، لمواقع رياضيه اللي او عايز اكده يا لوسائل. استاذ محمد ايه، احنا مستحيل هنقول ان احنا تعاقدنا مع لعيب قبل ما نتعاقد معاه، بس حضرتك مستحيل. قلت انا متفق مع الاراء اللي بتقول ان قد يكون مطلوب فنيا في الفتره الجايه مدافع على لا لا مستوى لا، عالي انه مدافع او ينضم اتنين للنادي ده، كمان ممكن او جدا. اتنين كمان، اه انه ممكن مطلوب جدا اضافات لخط طبعا. الدفاع.